سلام عليكم البنات، يا ربي القاكم بخير وعلى خير. انا جديده معكم في القناه، وبغيت نقدم لكم هذا النهار واحد كيكه بالتفاح. المقادير: كنحتاجو نص كاس ديال الكوك، شويه الكركاع، جوج تفاحات، ساشيه ديال الفاني، هادشي للتزيين. اما المقادير دقيقه كنحتاجو فيها جوج ديال البيضات، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، ياغورت بنكهه الفاني، جوج كيسان العنبه ديال الدقيق الفرص، جوج خمارات، وساشيه فاني، وجوج معالق الخل. حتى الاخر عاد غنضيفوهم. غناخدو اناء غنديرو فيه جوج البيضات، غنضيفو عليهم من بعد ما خلطنا المقادير الزيت والسكر عفوا والبيض وفاني، غنزيدو عليهم المقادير المتبقية، غنزيدو عليهم الزيت والزيت عفوا وفاني، دانون دفاني، وجوج كيسان ديال الدقيق من بعد ما غربناهم، وجوج الخمارات، وغنطربو كلشي. من بعد ما خلطنا كل شيء حتى الاخير، وغادي نزيدو دوك جوج معالق ديال الخل اللي ذكرت لكم في الاول، باش الكيكه كتطلع لينا وكتجي زويونه. انا جديده معكم البنات، عاونوني بلي لايك وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش ديما يوصلكم الجديد، ودعموني وكنبغي السند ديالكم. من بعد ما خلطنا المقادير كامله وضفنا في الاخير هذوك جوج معالق ديال الخل، غادي نجيبو مول من بعد ما دهناه بالزبده ورشيناه بالدقيق. انا عندي هذا المول الدائري، الحجم المتوسط الحجم، ما كبير ما صغير. غنصبو فيه الكيكه، وفاش بغيو تصبو الكيكه هزوها شويه الفوق باش كيدخل هذاك الهواء وكتجي زوينه من الداخل. من بعد ما صبينا الكيكه في المول، غنشدو ديك جوج تفاحات قشرناهم وحكيناهم في الحكاكه الغليظه، نص كاس ديال الكوك وداك شويه الكركاع، غنخلطو هادشي كامل وغنزيدو عليه ديك الساشيه دفاني ومعلقه كبيره ديال السنيده، نسيت ما ذكرتهاش لكم في الاول، حتى هي غادي نضيفوها. غنخلطو هادشي كامل وغادي نديروه في كيكه قبل ما تطيب، عاد غندخلوها للفران. تنديرو هادشي كامل، ولا اللي متوفر عندكم ديروه، ماشي مشكل، اي حاجه متوفره ديروها. غندخلوها للفران لمده 45 دقيقه على فران مهيل حتى تطيب مزيان. البنات من بعد ما طابت الكيكه ها هي واجده، كتجي جدا رائعه وزوينه بزاف. لا جاو عندكم الضياف ولا هذه تقدميها اليوم، راه كتجي بحال المحلات، زوينه ورائعه بزاف. البنات ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين، راني جديده، ودعموني، كنتمنى ديروا ليا لي لايك باش يوصلكم ديما الجديد. وبالصحة والراحة، وكنتمنى تعجبكم. بالصحة والراحة البنات.